نظم مجلس الأعمال الجزائري البريطاني أول أمس بمجلس اللوردات لقاءه السنوي من أجل تقييم الأشواط التي قطعتها العلاقات الجزائرية البريطانية في السنوات الأخيرة. اللقاء جرى تحت رعاية صديقة الجزائر البارون سايمونز، والتي أشادت بالشراكة المتميزة والعلاقة الودية المزدهرة القائمة بين الجزائر والمملكة المتحدة، معربة عن قناعتها بأن الآليات الموجودة ستسمح لهذه الشراكة متعددة الأبعاد بالتوسع أكثر نحو جميع القطاعات دون استثناء، خاصة مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة، داعية السلطات الجزائرية إلى الاستفادة من الإجراء الذي أصدرته الحكومة البريطانية برفع الحواجز الجمركية عن المنتجات الجزائرية. نشرت علامة شيري الجزائر عبر صفحتها الرسمية توضيحا بخصوص التصريح بعدم بيع الزبون لسيارة شيري لمدة 5 سنوات، وأكدت العلامة أن هذا التصريح أخذ سياقا آخر وتم فهمه بطريقة خاطئة، حيث كان مفاده محاربة السماسرة والمضاربين. وأوضحت شيري أنه لا يحق لها بأي شكل من الأشكال أن تفرض على الزبون الفترة التي يتوجب عليه بيع مركبته، لتقديرها أن الزبون له كل الحرية في التصرف في ممتلكاته. يقترب تحالف أوبيك بلاس من التوصل لحل بخصوص خلاف بشأن حصص إنتاج الدول الإفريقية، الذي دفع المجموعة لتأجيل اجتماع محوري إلى 30 نوفمبر من هذا العام، وسط تزايد توقعات السوق بتعميق التكتل النفطي لخفض الإمدادات لعام 2024. ويعمل التحالف على تعديل أهداف السنة المقبلة المحددة لأنغولا ونيجيريا لتهدئة المخاوف التي صرحت بها الدولتان في الأيام الأخيرة. تعتزم الصين السماح لمواطنين من دول تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدخول البلاد من دون تأشيرة، حيث ستلغي الصين أيضا متطلبات الحصول على تأشيرة دخول المسافرين من إسبانيا وهولندا وماليزيا، التي ستدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل وستستمر حتى نوفمبر 2024، إضافة إلى السماح للمسافرين بغرض الترفيه والعمل والعائلات من تلك الدول بالبقاء في الصين مدة تصل إلى 15 يوما من دون تأشيرة، في خطوة نحو الانفتاح وتسهيل المزيد من التبادلات عبر الحدود وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الألمانية. تجري مصر مباحثات لتأسيس صندوق مصري عماني يسمح بضخ أموال فيه لمجالات محددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية، حسب ما أوضحته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد. هذا وذكرت وزارة التخطيط المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء عقدته السعيد مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس يوسف في القاهرة، بحث خلاله الطرفان سبل التعاون بين البلدين.